تحقيق القانون قانون او التعديلات المقترحه على القانون الجرائم الالكترونيه اثارت يعني جمله من التعليقات، منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي، منها ما هو منتقد ومنها ما هو مؤيد. واكثر من خلال مشاهداتي واطلاعي اكثر فقره يمكن تناولها التعديل الجديد، وهذا الاخوان والضيوف الكرام راح يشرحون عنه باسهاب، اكثر فقره اللي هي ما يسمى بخطاب الكراهيه دكتور مفرد. وتعريفه هو انه هذا خطاب فضفاض، وممكن انه كثير ناس يقعوا فيه من عن قصد او عن غير قصد. فبالتالي انا ما راح اخذ من وقت ضيوفنا الكرام، راح نعطي بدايه نبدا مع معالي الدكتور نوفال العجامي، كون القانون الان هو تحت التمحيص والدراسه في ديوان تشريع والراي، حتى يعطينا يعني ملخص عن القانون الجديد، لانه سيما انه هذا القانون يمس كافه شرائح المجتمع. رئاسه واداره على الدعوه الكريمه حتى نكون اليوم في مدينة السلط للحديث عن الموضوع، هو موضوع الساعة، عن فكرة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية. وحقيقة أنا رصدت يعني إلى حد كبير معظم الملاحظات التي قيلت بشأن الفكرة أو بشأن المواد التي فتحت للتعديل، وكان هناك ثمة ملاحظتين. الملاحظة الأولى العامة عند الناس، وجدت كثير من أبدى ملاحظة بشأن مشروع القانون ولم يطلع على النصوص، وبالتالي كان ثمة حكم مسبق لديه بأن هذا القانون هو ضد الحريات وتكريم الأفواه دون أن ينظر إلى المحتوى، وهذا واضح من خلال الكلام لأنه يتحدث عن شيء مش موجود على أرض الواقع. الملاحظة الثانية العامة أيضا أنه في ثمة شك عند الكافة وثمة انطباع سلبي بأن هذا التعديل ليس في مصلحة المواطن. وبالتالي من هاتين المبدئين ننطلق للحديث عن ما يسمى بالمشروع القانوني المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية. كتوطئة، أول شيء الفكرة والقانون هذا ليس بجديد. هذا القانون أول مرة سن في 2010، كان قانون مؤقت، كان يسمى بقانون جرائم أنظمة المعلومات، كان رقم 30 سنة 2010. وبالتالي فكرة التجريم هي موجودة في الدولة الأردنية من 7 سنوات. واللي يقول بأنه هذا القانون سوف يزج بثلثين الشعب الأردني بالسجون، نقول ان التجربه اكبر برهان. 7 سنوات من التطبيق ما زجينا لا بالشعب الاردني، كل ما تم توقيف 4 أو 5 اشخاص، وبالتالي الذين تمادوا في قدح شرف الناس واعراضهم، وبالتالي موطن الحمايه هو الانسان بالنتيجه، وهي فكره القانون، لانه موطن الحمايه هو الانسان. اذا قانون سن لاول مره سنه 2010، هل ما معنيك في 2012 انضم الأردن لاتفاقية دولية عربية هي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم التصديق عليها أيضا بقانون رقم 19 لسنة 2012. إذن قانون محلي، اتفاقية دولية. هذا القانون المؤقت عرض على البرلمان وتم إقراره سنة 2015، غير التسمية إلى قانون الجرائم الإلكترونية. إذن الفكرة هي مطبقة موجودة من عام 2010، وبالتالي هذا ليس بقانون جديد. الآن ما الجديد في التعديل؟ إذن الجديد في التعديل أنه الناس تنبهت بعد يعني أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة إلى حد كبير، الناس تنبهت أنه في قانون جديد. لا، هو ليس قانون جديد، قانون معدل. قانون المعدل جرم بعض الأمور المستحدثة وغلط بعض العقوبات اللي كانت موجودة. الآن إذا نظرنا المسألة من بعيد، أنه ماذا تقول الشرعة الدولية بشأن هذه النقطة؟ الأردن أولا في عام 2006 انضم للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وهذه الاتفاقية تجرم ما يسمى بخطاب الكراهية. الأمر الآخر، انضم الأردن سنة 66 للعهد الدولي، وهذا دائما منطلق مؤسسات المجتمع المدني بتقول أنه هذا القانون هو يعارض ويخالف الشرعة الدولية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، المواد 18 و19 و20 تمت مراجعتها تفصيلا قبل أن نكتب حرفا واحدا. هذه النصوص الثلاثة التي نظمت مسألة الحقوق وتعاطيها، نظمت الحق لكن أعطت كل سلطة ضمن تشريعها الداخلي أن تضع بعض القيود المتعلقة في حرية التعبير،
إذا كان من شأن حرية التعبير أن يعني تمس حقوق الآخرين أو سمعتهم. وفي نص مباشر في المادة 20 أنه أي القانون يجب أن يحظر الدعوة إلى الكراهية سواء كانت القومية أو العنصرية أو الدينية. إذن الشرعة الدولية هي تجرم خطاب الكراهية، الشرعة الدولية لا تجعل حق التعبير حقا منفلتا من كل عقال، حقا مطلقا دون ضوابط، وبالتالي هي تعمل نوع من التوازن. الآن الدولة كدولة تحمي مواطنها، عندك حقين أيهما أجدر بالحماية من الآخر، حق حرية التعبير أم حماية الحياة الخاصة أو حماية الناس في أعراضهم وشرفهم؟ هنا يوقف المشرع. المشرع هو الذي يضع الخط الفاصل ما بين ما يسمى بحرية التعبير وما بين ما يسمى بجرائم الدم والقدح والتحقير. الآن هذا النصوص وهذا المشروع يحمي المواطن، المواطن بغض النظر سواء كان بريف أو قرية أو مدينة. ليس الهدف من هذا المشروع حماية السلطة على الإطلاق، هو يحمي المواطن سواء كان مسؤول أو كان غير مسؤول. طيب الآن الحكم الحسنة بالمسألة والحكم بالمسألة هو القضاء بالنتيجة. يعني أنا ادعيت ثمة خطاب كراهية أو ادعيت بأنه فلان دمني أو قدحني أو صدرت منه أمور تتعلق بالتحقيق، أذهب إلى المحكمة والمحكمة هي التي تضع خطا فاصلا. ومحكمة التمييز الأردنية واجتهاد القضاء الدستوري في العالم كان يضع حدودا ما بين حرية التعبير وما بين مسألة إنها تشكل جريمة. أنا بدي أبدأ في قصة بسيطة. طبعا لا يفتى في القانون، لا يفتى، بدي أطلع مثل جديد، لا يفتى ونوفان العجال مو بالسلط. الله يبارك فيك. يعني الرجل هو قانوني، فأنا مش راح أدخل على النصوص القانونية وغيره. أنا بدي أجيب قصة بسيطة مشان أدخل على وين دوري في هذه الجلسة الحوارية ومش راح أطيل عليكم. في التاريخ القديم في مدينة حلب اختلف رجل مع الحاكم، وهذا الرجل اسمه علي بن المنقذ، واختلف مع الحاكم اللي اسمه محمود مرداس وهرب، عمل حاله وشرد. فالحاكم ما عجبه انه شرد، نادى الكاتب قال له انا بدي اياك تكتب رسالة يعني تتملق الزلمة وتجرجره شوية شوية وترجع لي، بدي اياه يا اخوي. الحاكم هذا امي، الكاتب مكتب، فراح كتب رسالة على لسان الحاكم انه انت ما في منك واحنا ندمانين على هالكلام اللي صدر منه في غضب، وهذا بلدك ولازم ترجع، وانت وين والبلد انطفى الضوء فيها، بدك بدنا اياك. وفي النهاية كتب ان شاء الله تعالى، وصلت الرسالة لعلي المنقذ وقراها وجهز حاله بده يسافر. اخر جملة استغرب ليش التشديد على النون بدل ان شاء الله تعالى، مكتوب ان شاء الله تعالى، قال لك ايوه. فبفطنته ربطها بقول الله تعالى ان الملأ يأتمرون بك، فكتب رسالة للحاكم وقال له والله انت مشتاق لي كوم، انا مشتاق لك كوم، وانا ترى مش عارف انام، بدي ارجع لكن ظروف الدنيا. واخر شيء كتب ان خادمكم المقر بالانعام. الكاتب اللي وصلته الرسالة ادرك بانه هذا فهم الرسالة، وان اللي هو ان معناتها ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ليش جبت القصة؟ هذا لما نقول القصة فيها ان، هاي هي قصة ان. كثير من الاخوان اللي بتواصلوا معانا واللي بيطرحوا موضوع القانون بيشعروا بانه في ان في الموضوع، بقول لك هذا قانون كويس لكن وين المشكلة؟ انا صراحة قريت القانون واشكر عليه كل الاخوان اللي يعني مشروع القانون، اشكر على كل الاخوان اللي ساهموا فيه، لانه اكيد انه في فريق ساهم فيه، وانا بتوقع انه ايضا في مجلس النواب راح يكون في فريق يطلع عليه. مثل ما تفضل اخونا الدكتور نوفان بانه في الان اصبح مشكله كبيره، يعني انت بتسب على واحد، سب على واحد في القعده هذه اللي عرفوا فيها الموجودين، اما سب على واحد على الانترنت كل العالم بسمع فيها. وطرق الاساءه صارت اللي ممكن واحد يوقف يسبك يكون زلمه،
أما على الإنترنت بيكون إما عاو مش معروف راسه من ساسه بروح بيشتمك. ففي عندي مشكلة. كل النقاط اللي موجودة في القانون ما عدا نقطتين لو أنهن مش موجودات إحنا ما اجتمعنا اليوم. شو هم؟ كل شيء جزائي فيه، كل شيء بتكلم عن جريمة ممتاز ويواكب العصر رائع. المشكلة وين جاية؟ المشكلة جاية في بندين فقط ما في غيره اللي عليهم الخلاف. البند الأول هو مش جديد، موجود من 2015 مثل ما تفضل الدكتور، وهذا البند بتكلم عن توقيف، يعني بما معناته المادة 11. طيب البند الجديد خطاب الكراهية، غيره ما فيه. قيم هذول الاثنين من القانون ما عندك أي مشكلة. هذول الاثنين شو مشكلتهم؟ المشكلة الأولى إنه مادة 11 بيشعر كثير من الأردنيين بأنها راح تكون سيف مسلط على رقابهم إذا تكلموا موضوع القدح والذم، وهي مادة واحدة. شوف الموضوع، أنا برأيي موضوع خطير جدا، لأنه الآن إحنا بحوار ممتاز لأنه ممكن يسهم في بناء هذا القانون. طيب القدح والذم اللي موجود كجريمة مادة واحدة فقط تتكلم عن القدح والذم، هناك تلازم بين السلطة والمسؤولية، هذه قضية في غاية الأهمية ولا نختلف على الإطلاق. لكن نحن أمام قضية ثورة المعلومات، يعني وضعتنا في حالة تحدي كبير. ثورة التكنولوجيا، ثورة المعرفة، وضعتنا بمأزق كبير نحن العرب والمسلمين. أنا أعتقد أن هذا الجهاز الذي نمتلكه هذا صمم إلنا، بس صمم لتدميرنا، لأنه إحنا الوحيدين اللي بنعرف بعض. إحنا الوحيدين، مجرد ما يعرف أنه فلان خزاعلي بعرف أنه من الرمثة، فلان مش عارف بعرف من السلط. إحنا هذا الجهاز للأسف لا نجيد استعماله، وهنا لابد من وضع القانون. القانون يأتي من أجل التنظيم. هذا القانون كما تفضل معالي الدكتور نوفان موجود، لكن اليوم في حملة على القانون وفي حملة عامة، وهذه قضية لها ارتباط بالحكومة، ويعني انت بتعرفوا مدى رضا الناس من الحكومة والمؤسسات الدولة بشكل عام، يعني هاي موجودة. لكن خليني بس أعطيكم فكرة بسيطة. بالأيام هاي مبارح قبل ثلاث أيام تم نشر فيديو اللي حدا شافه اسمه أنا البويضة، وبدأت الناس ربابة عليه من العقبة للكذا، لا خلوا لحكومة ولا خلوا لمواطن ولا خلوا للتربية والتعليم ولا خلوا لكذا. وتبين بالنهاية إنه هذا الموضوع مش عنا، هذا الموضوع في قرية اسمها الطيبة في منطقة طول كرم بالجسم. أول امبارح كمان قبل ثلاث أيام فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان كان موجود في منتدى الشفافية وتحدث بكلام سووه ربابة، ما خلوا لأبو أبولا ولا، ومع ذلك الزلمة وضع النص الأصلي بالصوت وتبين أنه مش حاكي هذا الكلام. إحنا يا أخوان إحنا مستنين بعضنا على الكلمة، على السطر، على قول طرفوه، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. إحنا بحاجة للتنظيم، بحاجة للتنظيم، لكن نأتي بعد ذلك ما هو شكل التنظيم اللي بدنا إياه. هل القواعد القانونية التي تحكم وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة هي نفسها التي تحكم الشبكة العنكبوتية؟ هاي الأسئلة اللي إحنا بدنا إياها. أنا بعتقد، ومشان ما أطيل مثل زملائي اللي نترك المجال أنا أختلف مع، أنا أتفق مع كثير مما ورد في هذا الموضوع، لكن أقسم الموضوع بشقين وطرفين. الشق الأول هي الجرائم الجنائية. عندما نتحدث عن الجرائم الجنائية ابتداء من الدعارة والاحتيال واستغلال عمالة الأطفال، استغلال الأطفال واستغلال النساء واستغلال كل من هم تحت الثامنة عشرة، نحن نبصم بالعشرة على هذا الموضوع ولا نختلف عليه. حتى الاحتيال الإلكتروني وحتى الدخول، يعني في مواد موجودة
تم يعني وتغليظها بطريقة أنا أعتقد أنه لازم تتغلظ أكثر. عندما نتكلم على موضوع يخص معظم أبناء هذا المجتمع الأردني، من منا في هذه القاعة لا يمتلك منصة إعلامية خاصة به؟ يعني أعتقد كل واحد فينا اليوم متنفسه السياسي الإعلامي الثقافي الاجتماعي هو المنبر الفيسبوكي أو مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أذكر يعني لأجل سرد قصة قصيرة، عام 2011 عندما ترشحت لمجلس النواب الأردني اتبعت أسلوب كان يعني بعتقد معظم الحضور يعلم أنني لم أنشئ، لا عملت خيمة ولا بلشنا كنافة ولا وزعنا صدور مناسف، وحتى لم أزر الأهل، أقرب الناس إلي ما زرتهم مش في بيوتهم. وكان والدي يعتقد، ويعني بدنا نحكيها خصوصية شوي عادي مش مشكلة مسموحة، أنه يعني هذه خطوة يعني مش حميدة، بقولك أنت كيف بدك تنزل نائب وطن وبدك تنجح على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية ورجالات الدولة لهم 50 سنة في العمل السياسي والعمل العام، ترأسوا كتل نيابية وعلى الأقل يعني لهم باع طويل، أنت من الرابية بدك تروح على العبدلين مش معقول. كانت الرؤية التي أنا نظرت إليها في ذلك الوقت هو كيف يكون المنبر الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي منصة سياسية. لم يكن الفيسبوك في ذلك الوقت لا يتكلم عن عدم مؤاخذة ما رأيك بالقانون الفلاني ولا الانتقاد المشروع ولا حتى بالخصوصية، وفعلا الفيسبوك بعثوا له رسالة استفسار قالوا له أنت شو بتسوي عمالك على موقع كتلة شباب الوفاق الوطني، واهتموا يعني يسألوا يعني شو هالصفحة التي أصبحت بتعطي منتوج ومردود على المجتمع المحلي في الأردن أكثر من صفحة مرسيدس بالأردن، يعني ما في صفحة تتواصل بهذا الحجم. وكان عدد الرواد على الفيسبوك لا يصل 1,200,000، وبجوز كلنا بنعرف أنه بجوز نصف العدد لم يكن عدد حقيقي، يعني لأنه في ذلك الوقت الذين كانوا يرتادوا هذه المواقع مش بالعدد اليوم. فكانت إجابتي لكل من اعتقد أن المنصة الإعلامية أو التوجه إلى منزل أخونا أبو ذي بن سور هو من خلال شاشة الكمبيوتر جوا منزله. استطعنا نخاطب الشباب الذين لا يعلموا اسمي، والله ما كنت أنا أطرح اسم معتز برمان بالمناسبة، أنا انتخبت على اسم كتلة شباب الوفاق الوطني، حتى قرايبي قالوا طب هذا جاي على مجوز جديد يعني. فكانت الرؤية هي كيف تقنع أبناء المجتمع وأبناء الوطن برؤية حقيقية تستطيع من خلالها تجسد فكرة سياسية تفعل دور الشباب تفعل الجميع. هذا الاستخدام للفيسبوك أثار سؤال عند رئيس ديوان ملكي لما قابلني أول مرة، قال لي هذه الحالة تدرس في الجامعة الأردنية وبجامعة المملكة، الوصول من خلال المنصات. كنا بنشهد اللي صار في مصر، مصر انهارت من وراء الفيسبوك، صح ولا لا يا أخوان؟ لأنه كان في خليني أحكي اليوم المنشورات إذا بتذكروا كان يجرمها القانون، إذا بتكتب منشور مخالف للرأي العام أو مخالف لرؤية السلطة في وقت ما كان المنشور إذا توزع يجرم. اليوم الفيسبوك بوصل ل50,000 شخص بعشر دقائق من جوا منطقتك ومن جوا اهتمامك. الفكرة اللي أنا بحكي فيها في هذا القانون بديش أكرر حكوا زملائي، هل وجهة نظر المواطن الأردني اليوم تختلف عن ما تفضل به؟ أكيد أي واحد من موجودين أو خارج أو قاعد في بيته راح يقول لك أنا ضد الابتزاز الذي جرم هذا القانون، أنا ضد استغلال أو الدخول إلى خصوصية المواطن الأردني، لأن إحنا بالذات الشعب الأردني يحافظ على خصوصيته وعلى شرفه وعلى عرضه بأكثر معاني الصون والكرامة. أنا ضد استغلال لا قدر الله الجنسي واستغلال الصفحات، وهذا نؤمن جميعنا بضرورة تجريمهم، لكن الخوف الوحيد أن يستفاد من هذا القانون أو التلويح باستخدامه حتى مش أنك تستخدمه ضد ممارسة حق الشخص بالانتقاد. تحدثنا على حالات كثير مرت كانت سلبية ولكن في حالات إيجابية اكتشفها التواصل الاجتماعي ووضع تحتها مؤشرات، وكانت ردة فعل المواطن الأردني أسرع من ردة فعل الدولة يا أخوان. والله أنا بعطيكم أمثلة عديدة،
كانت الأمر يثار على الموقع التواصل الاجتماعي قبل أن يثار في خلينا نحكي السلطات التنفيذية. قبل أسبوع بإغلاقنا لدولة الرئيس بكل توافق الوطني قال يا معتز ترى أنا والفيسبوك أعداء شخصيين يعني ما فيش علاقة صحبة ترى يعني، لكن أتمنى الذي ينقل ويكتب على الفيسبوك يكون فعلا بالحيادية والنزاهة والشفافية، ونحن جميعا ندعو لهذا الأمر. لكن يا أخواني يا كرام يعني تطورت التكنولوجيا اليوم، ضابط عدلية بتتحط بهذا القانون جاء في بعض البنود التي يعني بحب أنويكم لها، أصبح في ضابط عدلية حق لها أنك تدخل على مكان سكنك وتقول لك بدي أشوف الكمبيوتر اللي استخدمت عليه. القانون غلط العقوبات وحكينا فيها، القانون منع الاحتيال الإلكتروني وهذه نقطة هامة جدا. القضايا الأخرى التي أثار هذا القانون هي أصلا مجرمة بموجب القانون، من ضمن ذلك المادة 150 قمع عقوبات يجرم انتهاك اللي بتسموه الخصوصية. أيضا أي مذهب ذهب إليه القانون كان مجرما سابقا. لكن لماذا اليوم نتكلم عن الجرائم الإلكترونية بالذات؟ هاي النقطة التي يجب أن يوضح حوليها لأن الحكى عليها زميلنا الدكتور معن قطامين الاجتماعي الفذ يعني، وأخو معالي الزميل الذي يعني نقل لهم يعني عن كفاءة ومهنية عالية ما شاء الله يعني كل حضور. أنا بس بدي أحكي وأختصر على الجميع، إذا كان هذا القانون سينجح، هذا مشروع قانون بالمناسبة سيمر على مجلس النواب، أنا لي بالمجلس الصوتي يعني سأدلي به تحت القبة، يجب أن نفرق ما بين الحرية والخصوصية عشان أنا أقدر أجرم. هاي الشعرة مين بيقدر يحكي فيها؟ هنا واحد رقم واحد يعني المواطن اللي كان يكتب بقولك طبعا إيش بعرفني، بقرأ بقولك هاي مش حرية أنت انتقدتني، معلش أنا دولة فيصل فائز أبونا الكبير أبو غيث. الشخصية العامة يا أخوان ومثالها كل الأخوان الموجودين بجوز شغلوا مناصب عامة، النائب شخصية عامة يجب أن ينتقد ويجب أن يتحمل الانتقاد وأن يتحمل الإساءة التي تكون ضمن فكرة عند الأخ الذي انتقده. لا انتقدش معتز أبو رمان لأنه معتز، واحد من اليوم أصدقائي بعت لي رسالة بيقول لي أنتوا النواب بس تصل على رواتبكم تحكوا عن الخبز، هو صاحبي لكن بحق له ينتقدني كنائب. الدستور الأردن بيحكي بالألف باء الشعب مصدر السلطات، يعني الشعب اللي بيحاكمني، فليش ما أخلي طبعا أنا مع أخوي الدكتور نوفان اللي هو يعني جهبت بالقانون أن خطاب الكراهية مجرم، وأن يعني لكن برضو ما بديش أشعر المواطن بلحظة ما أنك لا تستطيع أن تتكلم بالحرية. نحن طبعا نفرق بين حرية الرأي وحرية اغتيال الشخص، يعني أنا واحد من الناس يا أخوان فجأت أن عندي طيارة على الفيسبوك قالوا هذا يمتلك طيارة، بعدين فجأت أني رخصت طيارة قبل بخمس سنين من ما يعني بمعنى أنها الطيارة هذه ما بصير أنها بجوز أيامها على الوزير أنا ما بعرف عنها. فتخيل أن أحيانا يؤخذ الأمر ويمشي على مساخه. هل الذي قام بهذا الفعل ما كان قاصد ابتزازي يا أخوان؟ صدقوني مرحبا، قديش بدك العقد بتأمر يعني عشان موقعك خمسة وخذها كمثال. هنالك الكثير من الابتزاز الذي يتم تحت بند حرية التعبير وتحت الانتقاد. يجب أن مين منا ما بيعرف أن من يدعي أنه صحفي وهو ليس صحفي عقوبة يعاقب عليها القانون، بس أعطوني واحد تعاقب وطونا ريك حاله الإعلامي الصحفي الكذب. طب وأنت مش صحفي كيف بتقول على الموقع أنك صحفي والإعلام وبتحاسبني، وحتى بيجي يعني وبيحكي معك بجوز بقابلك وإذا بتحكي معك كلمة بقول لك حرية التعبير حرية. طب يا سيدي معلش، هنا ما بدنا الصالح يروح عروة الطالح. أنا لم أخذ موقف من هذا القانون بعد، سيكون لي صوت تحت القبة، ولكنني أقولها علانية لن أسمح بأن يكون هنالك قانون يمنع حرية الانتقاد وبالأخص للمسؤول، وهذا رأيي يعني. وبالنهاية أنا بشكر الجميع وبعتذر على الطالب.
رمل الأنباء قمر الحقيقة.